شيء اكيد. يعني احنا هننتظر شويه يا كابتن اسلام، ثم بعد كده باذن الله يكون معانا لقاءات للاعبي النادي الاهلي. علولو بياكل. طب انا عايز نسجل معاك ازاي يا كابتن علي وانت بتاكل؟ طب كلمه الاول وانت بتاكل، قول له حاجه الاول. علولو ما بيحبش الهوا، هو ما بيحبش كلمه هوا دي، صح؟ لا 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 كابتن علي، انا الاول عايز ابارك لك تاكيد النهارده. كابتن علي مثال كبير وشخصيه كبيره وبيدي روح كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي بخبرتك الكبيره. تشوف النهارده الجيم كان ازاي رغم الصعوبات ورغم الاحداث اللي حصلت داخل المستطيل الاخضر من تغييرات، لكن النادي الاهلي كان عنده شخصيه البطل بالتاكيد. لا ان شاء الله، اول حاجه ان شاء الله مبروك لجماهير النادي الاهلي واللاعبين ومجلس الاداره والناس الكل اللي موجوده في النادي الاهلي على اللقب بهذا. احنا كلاعبين كنا نعرف انه قبل المقابله كانت تستنى فينا مقابله صعيبه مع منافس محترم، لكن كما قلت انت شخصيه النادي الاهلي والروح اللي كانت موجوده في اللاعبين الكل اللي موجودين في القائمه واللي خارج القائمه، ظهر لي النادي الاهلي اليوم ظهر روح الفانيلا بتاعه الحمراء. وان شاء الله الف مبروك للجماهير النادي الاهلي على البطوله هذه، وان شاء الله تكون دافع معنوي كبير ان شاء الله قبل بدايه الموسم الجديد ان شاء الله. تتفق معايا ان كلمه السر كانت الجمهور النهارده بتشجيعه وتحفيزه الكبير بالنسبه لكم يا كابتن علي؟ طبيعي، جمهور النادي الاهلي لو كان موجود معنا في الدوري كنا نحسم الدوري من بكري، لكن ان شاء الله بالمقابله بتاع اليوم يرجع لنا الجمهور في الدوري في مقابلات الدوري يكون حاسم معانا ان شاء الله. اللي جاي اصعب واللي جاي مهم، يعني هتشتغلوا ازاي على اللي جاي لان الجمهور منتظر منكم كتير قوي يا كابتن علي. كما قلت لك المقابله بتاع اليوم والبطوله اللي اخذناها اليوم مش عاطينا دافع معنوي كبير ان شاء الله باش نقدموا موسم يليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا ومش عطلك على الاكل حبيبي. بنشكر اكيد كابتننا الكابتن علي معلول.